حول استمرار الأزمة السياسية في العراق والحديث عن تمسك كل طرف من أطراف الأزمة بموقفه، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ كاظم ياور. أستاذ كاظم، بداية مرحبا بك. تردد واضح في موقف الإطار التنسيقي، فبعد أن بدأ بالبحث عن السوداني أو بديل عن السوداني المرفوض من الصدر عاد إليه ورجع إليه مرة أخرى اليوم. ترى ما سبب هذا التردد من وجهة نظرك؟ هل هذا تخبط أم ماذا؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وحييكم وحيي السادة المشاهدين الكرام. بالنسبة للتردد والتخبط الذي يعيشه الكتل المنضوية في إطار التنسيقي، لأن جميع الأحزاب المنضوية ليسوا على قلب رجل واحد، وهناك أطراف متعددة، وإن كانوا الكل يسمى يعني لديهم مشروع عام بإطار التنسيقي، كانوا يريدون المحافظة على حصتهم وفي الكابينة الوزارية الذي يشكلها التيار الصدري قبل أشهر من الآن. ولكن عندما أصبح الأمور سالكة أمامهم بالدخول في الحكومة الاتحادية أو تشكيل الحكومة إذا صح التعبير، هنا قد انبرى بعض الأطراف القوية في إطار التنسيقي. نرى أن السيد هادي العامري لربما يريد التواصل الحثيث مع السيد مقتدى الصدر والتحالف معه بشكل أو بآخر، ومن جهة أخرى نرى السيد العبادي، يعني عندما حيدر العبادي عندما يصف هذه المرحلة في مرحلة انتقالية، يعني يريد أن يأخذ المساحة الاحتياطية بين الإطار وبين تيار الصدري ليكون هو البديل المقرب في هذه المرحلة. وإن كان الإطار التنسيقي الكل يعلم أنهم قد اتفقوا على مرشحهم السوداني، ولكن بطبيعة الحال العملية السياسية هي تجاذبات وصراعات بينية. الكل يعول على ما أعلنه الإطار التنسيقي من أن يكون هذا الأسبوع هو الفيصل بالنسبة للبرلمان وتسمية رئيس الحكومة. هل يمكن أن تحل هذه الأزمة بهذه الطريقة مع تمسك الصدر بموقفه؟ طبعا التعويل على ما يصدره من البيانات من قبل كتل إطار أو أطراف إعلامية قريبة من إطار التنسيقي والأحزاب الأخرى ما هي إلا جس نبض لتيار الصدري والعامل الدولي في العراق. أنا برأيي الشخصي لا توجد يعني مشروع متكامل تم إعداده من جميع الأطراف المعنية خاصة في الإطار، وحتى من قبل يعني السيادة وحزب الديمقراطي الكردستاني. هناك يعني تجاذبات ما بين كل هذه الأطراف، ما هي إلا بيانات للضغط أنهم سوف يستمرون بمشروعهم لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، لأن جميع الوسائل قد استنفذت أمامهم إلا بالذهاب إلى البرلمان وانعقاد الجلسات وتشكيل الحكومة. ولكن مقابلهم منافسهم التيار الصدري، نحن نعلم التيار الصدري عبر يعني سماحة السيد مقتدى الصدر تغريدة الأخيرة قد بين فيها جميع مطالب التيار ومناصريه من المعتصمين والمتظاهرين، حيث أنه بين لا عودة مطلقا إلى البرلمان حتى وإن قبل بذلك. طيب، ولكن هناك حديث عن ترتيبات لعقد لقاء بين قيادات الإطار التنسيقي والصدر في الحنانة، ماذا عن هذه الأحاديث؟ طبعا يعني أنا أستغرب من بعض وسائل الإعلام وجهات سياسية معينة عندما يقولون أننا سوف نذهب إلى حنانة ونعرض على السيد مقتدى الصدر ست وزارات أو ثمانية لآخر من الوزارات. كيف ينسون أن مقتدى الصدر كان بيده
كل الحكومه كان كثير رئاسه الوزراء ولم يرضى ان يشاركه اطار التنسيقي، فكيف اليوم بعد يعني انهاء المظاهرات هو ودفاع منصب رئاسه الوزراء وما عليه موقف السياسي لتيار الصدري لا يحسد عليها اليوم، فكيف يتنازل عن كل ما كان بيده و73 مقعد في البرلمان وهكذا يعني يعرض عليه 6 وزارات فيقبل به ثم يتنازل ويعود الى البرلمان ويشكلون حكومه توافقيه، هذا الشيء لا يصدقه، يعني معناته هو انتحار سياسي وحتى المكانه الدينيه لمقتدى الصدر في هذه المرحله. اخيرا استاذ كاظم، البعض يرجح ان ان انه ربما يكون هناك تراض ترضيه وتحاصص وأن يقبل الصدر بمناصب إضافية أو بعض المناصب الأخرى، ما يعني أن الصدر سيتوقف بالمطالبة بانتخابات مبكرة، هل هذا وارد؟ كلا، ليس وارد بالنسبة لمطالب صدر الصدر أن يتنازل في هذه المرحلة عن مطلب حل البرلمان. لربما يعني يتساءل الجميع ما هو الفرق حل البرلمان الآن وليس بعد عقد كم جلسة لتشكيل الحكومة ورئاسة جمهورية الحكومة ثم بعد في خطوات أخرى ذهاب إلى حل البرلمان. الخطة أو يكمن هنا أن إذا ذهبنا إلى عدم حل البرلمان وعقد الجلسات سوف يتم تشكيل حكومة بقيام إطار تنسيقي، يعني المرشح سوف يكون من إطار التنسيقي لأنها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، ورئيس الجمهورية يكون تسوية ما بين الحزبين الكرديين، يعني هو سوف يكون كذلك ضمن مشروع الإطار التنسيقي، فبهذه الحالة سوف يتذرع إطار التنسيقي في المرحلة القادمة بحل البرلمان عن طريق رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، فتصبح البلاد بدون برلمان، فحينها سوف تكون الأمور سالكة أمامهم لكي يعني تمرير من قرارات واتخاذ إجراءات، لأن سوف تكون هناك حكومة تصريف أعمال صح ولكن قيادة الإطار ولديها صلاحيات واسعة كما رأينا مع حكومة السيد القاضي، فهنا المكمن الخطورة، فلا حل البرلمان في عقد جلسة واحدة أو اثنتان ثم ذهاب إلى إجراءات الأخرى. عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.